الدرس الأول: القوى السياسية المسيطرة على الوطن العربي قبيل الحكم العثماني. الحالة السياسية للوطن العربي قبيل الحكم العثماني. نشاط واحد: نلاحظ الخريطة ونستنتج ثم نجيب عن السؤال الذي يلي. نبين القوى السياسية التي سيطرت على الوطن العربي قبيل الحكم العثماني: دولة المماليك في مصر وبلاد الشام والحجاز، الدولة الصفوية في العراق، الاحتلال البرتغالي في مسقط والبحرين ومضيق هرمز. أنا تعلمت: سيطرت على الوطن العربي قبيل الحكم العثماني ثلاث قوى رئيسة، هي المماليك الذين حكموا مصر وبلاد الشام والحجاز، والصفويون الذين سيطروا على العراق، واحتل البرتغاليون مسقط والبحرين ومضيق هرمز. أما شمال أفريقيا فقد حكمته أسر محلية. طبيعة حكم الصفويين وامتداد دولتهم. نشاط 2: نقرأ النص الآتي ونستنتج ثم نقوم بما يأتي. نشأت الدولة الصفوية ذات المذهب الشيعي في إيران عام 1501 ميلادي، وتنسب إلى مؤسسها إسماعيل الصفوي. في الشرق والغرب باتجاه خراسان وأفغانستان وأذربيجان والعراق وديار بكر. 1: نفسر سبب تسمية الدولة الصفوية بهذا الاسم، نسبة إلى مؤسسها إسماعيل الصفوي. 2: نحدد اتساع الدولة الصفوية، توسعت في الشرق والغرب باتجاه خراسان وأفغانستان وأذربيجان والعراق وديار بكر. أنا تعلمت: كان نظام الحكم الصفوي نظاماً ملكياً وراثياً، وكان الملك يلقب بالشاه، وهو الحاكم الفعلي والمتصرف في حياة الناس وأموالهم كما يشاء، وهو فوق القوانين كلها، وعلى الشعب أن يطيعه في كل شيء عسكرية، وقد كانت حكومته عسكرية مستبدة، وبقي هذا النظام قائماً حتى انتهت الدولة الصفوية عام 1736 ميلادي. دولة المماليك وحدودها. نشاط 3: نقرأ الحوار الآتي ونلاحظ الخريطة التي تليه، ثم نستنتج ونجيب عن الأسئلة التي تليها. دخل أحمد على جده في مكتبته الجميلة وهو يحمل في يده كتابا صغيرا، يقلب صفحاته أثناء دخوله عليه. أحمد: صباح الخير يا جدي. الجد: صباح الخير يا أحمد، كيف حالك؟ ما هذا الكتاب الذي تحمله في يدك؟ أحمد: إنها قصة يا جدي، أقوم بقراءتها، فأنت تعرف أنني أحب قراءة القصص، لكن استوقفني اسم جماعة لم أعرف عنهم شيئا ولم أسمع بهم من قبل. الجد: وما اسم هذه الجماعة يا ولدي؟ أحمد: المماليك يا جدي. الجد: المماليك يا ولدي كانوا رقيقا، اشتراهم الملك الأيوبي نجم الدين أيوب ودربهم تدريبا عسكريا، وشكل منهم فرقا عسكرية ليعتمد عليهم في تثبيت دولته ومحاربة أعدائه حتى يكون ولاؤهم كله له، لكنهم بعد ذلك سيطروا على مقاليد الحكم والسلطة وصاروا حكاما وأصبحت لهم دولة. أحمد متعجبا: ولكن أخبرني أين كانت دولتهم؟ الجد: لقد كانت في مصر يا ولدي، ثم سيطرت على بلاد الشام بما فيها فلسطين. أحمد: إذا كانوا أقوياء إلى هذا الحد، فهل تذكر لي بعض أسماء حكامهم؟ الجد: نعم، فمنهم السلطان المظفر قطز، والظاهر بيبرس، والسلطان قلاوون وغيرهم، وكل هؤلاء حاربوا الأعداء وحموا البلاد مصر وبلاد الشام، فقد انتصروا على المغول في معركة عين جالوت التي حدثت على أرض فلسطين، وكانوا فرسانا أشداء يهابهم أعداؤهم. أحمد: شكرا يا جدي، شوقتني أن أقرأ عنهم أكثر وأكثر. الجد: مع السلامة يا ولدي، ولا تنسى أبدا القراءة والاطلاع،
فهما رافدان عظيمان للعلم والمعرفة. أحمد: حاضر يا جدي، أستودعك الله. واحد: نعلل تسمية المماليك بهذا الاسم. مماليك مأخوذة من مصطلح مملوك، ومن إحدى مرادفاتها هي كلمة عبد، وهي تعني الشخص المملوك لشخص آخر. اثنان: نعطي أمثلة على الإنجاز التي قدمها. نعطي أمثلة على الإنجازات التي قدمها المماليك للبلاد الإسلامية: الدفاع عنه من هجمات المغول والصليبيين في مصر، القضاء على آخر معاقلهم في بلاد الشام، عكا، الاهتمام بالأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز وفلسطين، وبناء المدارس والمستشفيات. ثلاثة: نتتبع خط سير جيش المماليك وجيش المغول في معركة عين جالوت، خط سير جيش المماليك من السويس إلى غزة، ثم إلى حيفا، ثم عين جالوت، خط سير جيش المغول من دير الزور إلى حلب، ثم إلى حما، ثم دمشق، ثم بيسان إلى عين جالوت. أنا تعلمت: أطلق العرب اسم المملوك على الرقيق الأبيض، وقد سمي المماليك بهذا الاسم لأنهم كانوا رقيقا فاقدين للحرية، أخذوا ودربوا تدريبا عسكريا وتدرجوا في المناصب حتى استولوا على مقاليد الحكم وأقاموا دولة سميت باسمهم، وقد امتد حكمهم من مصر إلى أجزاء من ليبيا وبلاد الشام والمناطق الغربية من شبه الجزيرة العربية. وكان للمماليك دور في الدفاع عن البلاد الإسلامية من هجمات المغول والصليبيين، وتمكنوا من القضاء على آخر معاقلهم في بلاد الشام عكا، واهتموا بالأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز وفلسطين، وأولوها عناية كبيرة، كما قاموا ببناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك من الإنجازات الحضارية. أثر انقسام الدولة الإسلامية على قوتها. نشاط 4: نقرأ الآية الكريمة ثم نقوم بما يأتي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. 1: نبين سبل الحفاظ على قوة الدولة وتماسكها، عدم الانقسام والتنازع. 2: نوضح تأثير الانقسام بين المسلمين على قوتهم. يؤدي الانقسام والتجزئة إلى ضعف الأمة وتفككها، وبذلك يستغل العدو هذه الأوضاع للسيطرة على الأرض. 3: نستنتج أهمية الوحدة في قوة الدولة وتقدمها، فإذا سادت التجزئة والانقسام أصبحت الدول هشة ضعيفة سهلة الافتراس من الدول القوية لتسلب خيراتها وحريتها وتتمكن منها بسهولة، عكس الدولة المتماسكة فكريا وسياسيا واجتماعيا، فهي مثل السد المنيع الذي يحمي الدولة وأفرادها من أي قوة غاشمة طامعة. أنا تعلمت: الحفاظ على قوة الدولة وتماسكها يحتاج إلى الوحدة ونبذ الخلاف والفرقة، فعندما انقسمت الدولة الإسلامية على نفسها وتفرقها إلى دويلات أثر في ضعفها وتفتتها، وزاد من أطماع الدول الاستعمارية الأوروبية في السيطرة عليها ونهب خيراتها. نفكر ونناقش في أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال من الاحتلال الصهيوني. عندما يتوحد أبناء الشعب الفلسطيني فإن ذلك يؤدي إلى أن تصبح جهودهم وأفكارهم متركزة على دحر الاحتلال، وبدلا من الانشغال بالاقتتال الداخلي يصبح هناك هدف واحد ويخدم جميع أبناء الوطن. أختبر نفسي. 1: أنقل إلى دفتري ثم أختار رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ألف: إلى من تنسب الدولة الصفوية؟ إسماعيل الصفوي. ب: ماذا تعني كلمة المملوك؟ الرقيق الأبيض. جيم: إلى ما يحتاج الحفاظ على قوة الدولة وتماسكها؟ الوحدة. ها: في أي قارة تقع دولة البرتغال؟ أوروبا. ها: أين نشأت الدولة المملوكية؟ في مصر. 2: أصمم جدولا وأوازن بين كل من الصفويين والبرتغاليين والمماليك،
من حيث واحد موقع دولتهم بالنسبة لقارات العالم، اثنان طبيعة علاقاتهم بالوطن العربي. الصفيون موقعهم في إيران في آسيا، العلاقة سيطروا على العراق وحاولوا نشر المذهب الشيعي في أوساط السنة العرب. البرتغاليون الموقع البرتغال في أوروبا، العلاقة احتلوا مسقط والبحرين ومضيق هرمز ومحاولة السيطرة على العمق الاستراتيجي للوطن العربي في حينها. المماليك موقعهم في مصر في أفريقيا، العلاقة حكموا مصر وبلاد الشام والحجاز وحموا الوطن العربي من هجمات المغول والصليبيين واهتموا بالأماكن الدينية المقدسة وبنوا المدارس والمستشفيات. ثلاثة، أوضح دور المماليك في حماية مصر وبلاد الشام. كان للمماليك دور في الدفاع عن الوطن العربي، حيث قاموا بالدفاع عنه من هجمات المغول والصليبيين في مصر والقضاء على آخر معاقلهم في بلاد الشام عكا، الاهتمام بالأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز وفلسطين. أربعة، أبين دور الوحدة الوطنية في الحفاظ على كيان الدولة وقوتها. تشكيل الحكومات الوحدة الوطنية في الأزمات التي تأتي بالبلد وأيضا في أوقات الحرب، وذلك لأنها تمنح درجة أكبر من القبول والشرعية، وكذلك لتخفيف حدة النزاع السياسي الداخلي.